كلهم غلطانين. تعالوا نشوف مشكلة جريدة حصل فيها شنو. جريدة ليه حرقوها؟ ليه حرقوا منها جزء من أحيائها؟ هل حصل شنو؟ والناس دي جات من وين؟ وليه الفلاتة حجموا جريدة مثلا يعني؟ خلاص خليهم خطة بالبتيخة كده، فلاتة حجموا جريدة ليه؟ ما في جنجويد مشي ذاته. الناس دي حجموا جريدة ليه أصلا؟ والسبب شنو ذاته اللي بخلي فلاتة يحجموا جريدة؟ ليه حجموا جريدة مثلا؟ طيب تعالوا انتوا أبناء جريدة كلكم بدون فرز، ما أبناء المساليد، لا جريدة ما ساكنين مساليد لوحدهم، تعالوا كلكم أبناء جريدة، تعالوا ورونا ها المليونية اللي انتوا طلعتوها ها ومشيتوا بها الدكة، ومشيتوا حجمتوا المواطنين في الدكة، وناس الدعم السريع والقوة دي أنت أصلا ما في فرق بين نازح ونازح. الناس اللي مشيتوا حرقتوا قراهم وحرقتوا السوق حقهم، حرقتوا سوق الدكة كله قبل جريدة، انتوا مشيتوا ومشيتوا أكثر من 1000، والصور كلها موجودة، والدعم السريع كان واقف، والناس دي جات تعليمات أنه جو يكفلكم قدام بينكم وبين الدكة، كان في زي الكيلو حجزوكم في النص، قال لكم يا جماعة الكلام اللي ماشيين تسووا فيه ده خطأ، رفضت زغاريد داقة فوق، أنا حديكم كل الفيديوهات هذا بديكم لها هسي تشوفوها، الزغاريد قايمة فوق، مشيتوا حركتوا الدكة كلها، حركتوا بلد الفلاتة، انتوا مشيتوا حركتوا الناس، حركتوا قراهم وطردتوهم وحركتوا مواترهم وحركتوا السوق كله. الناس الدعم السريع لأنه جاد ما في زول، فكوا 3 أو 4 أو 5 زخائر في الهواء فوق عشان كان يرجعكم في الخلاء الناس ترجع، وجات تعليمات أنه الناس ما تعمل، خلوا الناس خلوهم برام، خلوهم يسووا الدايرين عشان ما يجي يقولوا الدعم السريع. أنا حامد ده ما قاعد أطبل للدعم السريع، أنتوا بتعرفونه كويس، لكن الإنسان الأصل الما غلطان بقول لي أنت ما غلطان، مهما أختلف معك حقك ده أنا بديك له، لأنه ده حقك في النهاية، أنا ما بصدمك في دي، ما بصدمك كله كويس. أنتوا مشيتوا حرقتوا الدكة، ودي ما أول مرة تحرقوا الدكة، أبناء جريدة ما أول مرة تحرقوا الدكة، حرقتوها في الخريف، وفي الخريف حرقتوها ليه؟ خليني أجيب الكلام ده كله الليلة عشان نجي نتكلم فيه، وجيبوا السلطان حقكم موقع ولا ما موقع. طيب الدكة دي قبل كده، قبل لما جات الحروبات ناس كلها نزحت منها، وقبل الحروبات الفلاتة والمساليد كلهم زارعين عندكم بيناتكم كلينكابات، شغل ده ما جديد، الدكة ما جولها فلاتة جديد أصلا، ده واحد حاجة لازم تخطها في راسك كويس. فلاتة ما جو ساعدون، ونحن بنحكم الكلام ده بالواضح كده، فلاتة والمساليد ما جو ساعدون جدد، لكن لما جات المساجد انتوا كلكم نزحتوا، الفلاتة نزحوا وانتوا نزحتوا، الفلاتة جو راجعين بعد سنين لما جو زرعوا في زراعتهم وزراعتكم، انتوا في ناس عندها زراعة زرعوا في نفس الزراعة ده برضه، في ناس زارعين من أبناء فلاتة، في ناس زارعين الكلام ده. لما جات اللجنة السنة لما جيتوا عودة طوعية وجيتوا لقيتوا في ناس زارعين في زراعتكم، الناس ما رفضوا، قالوا اي صح، ده زرع ابا فلان وده زرع فلان وده زرع فلان وده زرع فلان، انتوا كنتوا معفشين واحنا هسه زرعنا، تعالوا نحصدوا جنكم، ولقيتوا الناس في الجنكب، لقيتوا الناس في الجنكب، الناس ما رفضوا لكم ولا السلطان ده في زول رفض له، قال لكم وكد انتوا جيتوا عودا حميدا مرحب بكم، زراعه يا هندي زراعتكم، احنا قاعدين جزء مننا زارعين في زراعتنا وجزء مننا زارعين في زراعتكم كويس، ما في مشكلة، لكن هسي العيش في الجنكب، تعالوا شاركونا في العيش ده، أي زول يشارك زول الزارع في زرعه مرحب بيك وكي تجيت، نحصد العيش ده سوا وندقوه بعد ما خلاص حصدناه ونقسمه النص، سنة جاية تعال أزرع في زرعك. الكلام ده حصل ولا ما حصل؟ الكلام ده حصل السلطان حقكم وقع والناس كلها وقعت، عايشين كويسين بتمشوا، انتوا بتمشوا حلتكم وكده، كان ما في زول ذاته جابه، انا اوريكم زول ذاته جابه الدكه، ما في زول جابه عوده، كلكم كنتوا في جريضه، بتجوا من الجريضه من هناك بتجوا بتقيلوا في الزراعه والفلاته، كمان رحلوا من الزراعه عشان البقر والحاجات دي مرقوا منها برا في دنكوج كده، وبيجوا بالنهار بتقيلوا انتوا كلكم في الزراعه وبالمسا بتفروا. لما تميتوا 15 يوم يوم ال 16 راوي جبتوا عربيه بتاع ناس الدعم السريع، قلتوا انتوا دارين تبيتوا هناك، تذكروا الكلام ده كويس، جبتوا عربيتين من الدعم السريع، قلتوا انتوا دارين حراسه وعشان تمشوا جريده وتجوا راجعين، الناس قالوا لا احنا بنارين نقعد هنا، العربيتين جنبي قال لكم حرس، كلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ طيب الفلاته بيمشوا بيجوكم لانه كان في امان، يوم
يوم يوم من الايام لما نجوا راجعين عشان يغيروا معكم في الزراعه يلقوكم انتوا واقفين لهم بالسلاح. الحرب دورت هناك، دي بدايه الدقه. الحرب دورت هناك، دي اول بدايه، دي اول شراره. الحرب دي بدت من هناك. الفلاتة نزحوا بعد الحرب وحصلت المشاكل، الفلاتة نزحوا من الزراعة دي مشوا طرف. الليلة لما نجي الصيف، لما نجي الصيف حسي حاليا في الصيف ده المدارس فتحت، ودي زراعتهم أصلا ما حاجة جديدة. أنت أصلا عشان أنك أنت جات الحكومة هي ذاتها شالت النازل رجعتهم، قال لهم عشان ما في محل تشربوا، قالوا إحنا ما دارين مشاكل ما أحل المساليك. الحكومة شالت النازل رجعتهم في أراضيهم. طيب النازل نزحوا، في فرق بين نازح ابيض ونازح اسود؟ الفلاتة دي برضو ما نزحوا، نزحوا الفلاتة، نزحوا نزحوا من اراضيهم تماما. نحن خلونا قال الله ان حكمت الله قال ان حكمت بين الناس فاحكموا بالعدل، نحن ما دايرين نصدم اي زول. اسمع الكلام ده كويس، وامن الله يبدا اقسم بالله العظيم وكتاب الله الكريم احد الله سبحانه وتعالى واحدكم، انا والله ما انحاس لاي انسان ولا لقبيلتي ولا لاي قبيله، ما علي الا احكم بالعدل بيناتكم وبالمعلومات اللي عندي فقط، عشان ما في زول يجي يقول لا ليت بتحز لاهلك. انا ما بتحز لزول، ما عندي زول اصلا عشان انا انحاز له. اصم عندي الظالم ده ظالم، عشان تعرف الكلام ده كويس، وجايو وناس تعمل شر عشان انا داير احل المشكله دي، والمشكله دي لازم تتحل بجذورها عشان ما في زول تاني طبل طبيل ده. ما في نازح احسن من نازح. الحكومة مش رجعت النازل جابتهم والمدارس فتحت، وانا هشقل لكم كل الفيديوهات وكل الحاجات اللي انتوا قلتوها وفي الجروبات حقاتكم ذاته، انا بجيب حاجات تسموها هنا، واتمنى انه الكلام ده يصل كل الاسم ده كل الروابط، روابط ابناء الفلاتة، روابط ابناء المساليد، روابط ابناء الترجم، روابط ابناء القمر، روابط ابناء الرزيقات، اي رابطة في السودان وفي دارفور اتمنى الله يبدأ يصلوا، عشان نحن دارين يا جماعة حلقة دي السودان دي ما ممكن زول بيمثل لزول، وأنا بجيب أديك الليلة مشكلة حصلت قبل كده، وهسي دارفور العبادة الجماعية دي بدت بنفس الشغل ده، عشان نمشي صح عشان ما نمشي بالخطأ. جينا في نفس الوقت النازل نزحوا ما رجعوا، الحكومة مشت رجعت النازل عشان المدارس والموية ما في محل بيشربوا فيه، ودي أراضيهم ما حقت الليلة ولا حق الأمس، أنتوا شركاء معاهم في في في, في الدكة، ولا في زول رفضكم اصلا، ما في زول قال انه مساليد ما يجونا، ولا في فلاتي قال انه مسالاتي ما يجيني. مشيتوا قعدتوا براكم، جهزتوا مليونيه، لما النادل جو راجعين عملتوا مليونيه، عملتوا اعتصام في قريضه وطوالي شلتوا النادل بوب، جيتوا طوالي حرقتوا الناس، حرقتوا النادل في نفس اليوم، في نفس اليوم الناس بالمسا مشوا حرقوا القريضه، انتوا حرقتوا الدكه، حرقتوها ما خليتوا فيها اي شيء. طيب انا داير اعرف الروابط ابناء المساليد وابناء الفلاته دير، خلاص خليهم طرف. ابناء المساليد انتوا كابناء المساليد انتوا حركتوا، مشيتوا حركتوا الدكه بياتوا شرعيه، النازحين اللي رجعوهم رجعتهم الحكومه مشيتوا حركتهم ليه؟ هل انه في نازح احسن من نازح؟ هل انه انتوا طيب دار نسال السؤال، اذا قلنا ناس قريضه وناس سعدون، والمشكلة قائمة بالمناسبة، عشان كده احنا قلنا السودان ده تكون دولة فيدرالية حقيقية، عشان ما في زول شنو؟ ما في زول يجي شنو؟ يكون مسؤول من زول ذاته، لا ما في حاجة تتبع لمحلية، فيدرالية دي الفريق يكون مسؤول من فريقه. الناس تعمل شير واللايك أنا جاي. الناس تشير كثير وأدونا لايكات. أدونا لايكات كثيرة جدا وأدونا شير كثير في كل الجروبات، وأي زول خليه يسمع بدون أي انحياز. كويس؟ لما النادل جو خلاص فاز الفلاتة اتفازعوا، من حقهم يتفازعوا، اذا حجموا ناس من حقهم يتفازعوا، اي انسان من حقه انه يفزع، ما بتقدر تحكمه ثاني. زول لما يجي يلقى فريقه كله محروق، اهله كلهم محروقين، النادل مش حجموا قريضة صح؟ اي طيب ليه نحن في بوسطراتنا والروابط، انا بتكلم في الروابط كلها، ليه ما في رابطه كتبت انه نحن كابناء المساليت اول الهجوم بدا بين نحن مشينا او لا ابنائنا مشوا حرقوا ناس في الدكه، والكلام ده نحن من دينه. كيف انت بتقول الكلام ده؟ ليه ما تقولته؟ ما قلته، قلت نحن مستضعفين، نحن كمستضعفين، نحن كناجعين،
لا ابدا، انت ما في زول، ما في زول، انت اصلا ما في زول مشى كتلك. والان البوصرات بتتكلم انه الدعم السريع كتل الناس. انتوا لما مشيتوا الدكه كتلوا منكم منو؟ سؤال. قوات الدعم السريع كتلت منو فيكم في الدكه؟ ما في دعم السريع مشى. انا ما بدافع للدعم السريع، لكن لازم تكونوا عارفين كويس انتوا جيتوا حاج مين ومشيتوا حركتوا القرى وحركتوا السوق بتاع الدكه كله ببكره ابوه. هل يوقن النازحين جابوهم الحكومه من الفلاته اللي انتوا نزحتوهم في الخريف؟ قبل ما امشي اجيب اللايفات والحاجات وكل الفيديوهات، انا داير اذكرك حاجه واحده تعرفها. اي زول لازم يعرف الكلام ده كويس في دارفور والمثقفاتيه الحسي بتقولوا سكان جدد ما سكان جدد. اجاب مشكله في دارفور دي سنه 86 و87 و88، الناس اللي ما مولودين ما عندنا معاهم شغله برضه، خلي اسمه الكلام ده كويس. والمولودين بيعرفوا الكلام ده كويس. عجاب الفتنه في دارفور شنو؟ ها؟ نفس قبائلنا دي ذات الحسي دي هي بتقول انه والله هنا والله عربي ما دايرينه، والله بقاري من يدوره. ده الكلام عجاب الفتنه. اتذكروا الكلام ده كويس. انتوا كم ما عارفينه خطوا في بالكم كويس. البقاره دي الخلى انه لما بقت في مشاكل حقيقيه 86 87 كان ما في مرحل، المرحل بيقتلوا طق بشوك. دي أراضي جدا والعرب خليه يشوفوا لهم مكان. الكلام ده أنا بقوله لكل أبناء الروابط، لازم تعرفوا الكلام ده كويس. ودي فتنة، والفتنة أشد من القتل. والإنسان لما تبدأ بالشين، الشين هو اللي بيلحقك. اسمع الكلام ده كويس. ومشاكل في دارفور اللي بدأت القبلية ما بدأت بساكت، بدأت بشرارتها. اسمع الكلام ده، خطوا في أعضانكم كويس يا مثقفات فرنسا ومثقفات باريس ومثقفاتية بتاعت إسرائيل ومثقفاتية مصر. أسمعوا الكلام ده كويس يا ناس الروابط، خطوا حدقة في عدانكم، خطوا حلقة في عدانكم. وإنتوا كالروابط أكتبوا كتابة صح. إنت كرابطة زول بتكون أمين، ما تحمل مسؤولية من غير مسؤولية وما تتهم. وإنت أحلى قلتانين، أهلنا المساليد في المرة دي قلتانين، والمرة اللي فاتت قلتانين، حق غلط. وحتى مشكلة السعدون الأولى فلاتة ما كان قلتانين على الاسم ده، على المساليد. وانتوا عارفين الكلام ده كويس برضو. نحن وقفنا معاكم، أنا حامد ده طلعت في لايف وقفت معاكم من حقي أقف. ليه؟ لأن أنا شايفكم برضو مهما يكلف الثمن انتوا برضو مستطافين زي ما انتوا بتقولوا. لكن امبارح انتوا القلتانين ضحى. يلا نمشي نشوف اللايف، نمشي نشوف قوات الدعم السريع بتقرع الناس ديل كان كيف وفي الدكه والحصل شنو. وبعد ذاك نسمع الرسائل الصوتيه الكامله. ها الناس اتطلعت الذمه من رقبتها وقالت الحقيقه في وقت الحرب، في وقت انك انتوا بتحرقوا في الدكه، ما في وقت هم كانوا بيحرقوا في جريده ذاته. وبعد ذاك بجيب لك كلام بتاع جريده، النص الصادقة من أبناء المساليد اللي كانوا يكفوا لما نزحوا الفلاتة في الخريف، اللي يكفوا معاهم وطالبوا أنه المشكلة دي لازم تتحلى. قالوا المشكلة دي حسي لازم نحلوها، إذا كان ما حلينا بعدين لو جه الصيف والموية دي قطعت تاني بتحصل مشاكل. برضه حتسمعوا من أبناء المساليد له التحية والاحترام بدون ذكران اسم أي زول. نمشي ونسمع، نمشي نسمع. عامل شير ولايك دي أهم حاجة. وبعدين يا جماعة بجد أخواننا كلكم تعالوا هنا، حركات مسلحة، دعم سريع، جنجويت، قضب، تعالوا كلكم هنا، إدارات أهلية، تشك تعالوا هنا في اللايف ده، خلونا نتكلم، خلونا نقول الحقائق، خلونا نمرق من دبزيس الرموز في الرمال. عشان كده أنا قبل كده بضرب مثلا لما قلت لك الإنسان اللي بيجي من جبل مرة وبتكتل في نيرتته وبيجي ماشي برجلينه فقط، اللي بيجيبه من نيرتته بيجي بصفيه، بيجيبه من جبل مرة بيجي بصفيه جنب نيرتته شنو؟ الكلام ده انا قبل كده قلته لما الناس كان بيموتوا في نيرتته، قلت معناته زول في زول بتابع من الجبل ما بصفي في الجبل بيجي بصفي قريب للدعم السريع. وقلت الكلام ده انا وهسه برضه بقوله. ليه؟ لانه في دلائل على ذلك. دقاني بكى وسبقني شنو؟ اشتكى. انت تمشي تدق الزول وتطلع تمشي تشتكي وطوالي نحن والله المستضعفين. طيب انتوا مشيتوا حرقتوا الناس يا اخي، انتوا حرقتوا الناس، انتوا ما تتقوا الله، انتوا ما تقولوا الحقيقه يا اخي. قولوا اهلنا مش حرقوا الناس في زراعتهم،
انت تتكلم كيف انت؟ انت بتخليك عندك عداله يا اخي. انت كيف تطالب بالعداله وانت ما عادل في نفسك؟ كيف الله سبحانه وتعالى ينصرك؟ ما صح. نمشي نجيب الكلام ده نسمعه بعد ذاك نجي نتكلم في حاجات تانية في نفس الملف ده ذاته. طيب ده بداية اللايف، ديل الناس اللي كان جايين، ده هجوم المساليك، وديل الناس الدعم السريع واكيد مش يصدوا لهم في الشارع برا عين. دي الذخيرة اللي في الحواء فوق، أرجو ورا. شوف ده دير الناس الجو من قريبة الماشين وين ماشين يحرقوا الدكة. يلا راح نمشي نشوفكم قدام مشيت عملت شنو. الدعم السريع جه صد لكم لأنه الإشارة جات أنه نادي الماشين والناس كلها القوات كلها جات اتجمعت برضو أنتم مشيتوا حرقتوا الدكة. نسمع شباب. السلام عليكم. مساء الخير عليكم. أنا بالتحديد دار أتكلم من موضوع قريضة. أنا مع زنور بعديد دار أتكلم من موضوع قريضة. شباب قريضة بتنزف، وفي تقرير مبسط مفترض أقوله. شهر 7 اللي فات أنا شخصيا مشيت قريضة عشان ما أزرق كويس، ولو سميتوا مشاكل بدوس الناس زي رجعوا عمر طويلة دايما يهشوا في أماكنهم. جو ناس متفلتين ضربوهم من قبيلة فلاتة، ضربوهم قتلوا زي 19 شهيد 18 جريء وخربوا ما خربوا كويس. إنهم أهلهم قاعدين معانا في منطقة دكة شمال قريضة بيننا وبينهم وادي كويس. أهلهم ديل خافوا وجيروا مرقوا برا، كلهم جيروا مرقوا برا قعدوا في شمال قريضة، سووا لهم مخيمات كده وقاعدين. كان الخريف ما شاء الله كويس، في مياه في كده قاعدين كويس. قبل ما ننزل الخريف يطلع والجو يسخن معاهم ويرجعوا، والله ساهمنا وبادرنا وكلمنا يعني مسؤولي بتاع المحلية، قلنا لهم يا اخوانا الناس دي صالوهم بدري بدري قبل ما الأمر الواقع يجي والخريف يمر بيخش سيف، وفي الأمر الواقع هم يرجعوا لأماكنهم ومصاريف بتاع قريضة التانية يضربوهم أو تاني يمشي يتقضوا عليهم زي ما هم يتقضوا عليهم. الحكومة ما قاعدة تصور الكلام ده. هسه الآن مشاكل الكومباري ده، حق كومباري التلات ده، فلاتة ديل الوضع الاقتصادي زهزهبين، الخريف مرقت بقى في شوف في المية، ما في بوابير للطهين، دايرين أبنائهم يرجوهم يقروا مدارس فتحته كده. بالأمر الواقع رجعوا منطقتهم. حامية بتاع المحلية ما قدر يوفر لهم الأمن بطريقة أمثل، أو يفسد يعني أمنيه أو قواته بطريقة نظامية جدا. حصل ما حصل، جماعة قريضة مصاريف ديل أمبار الصباح الثلاثة جوا الصباح قاموا حرقوا دكة وحرقوا السوق بتاعه. الميسة طوالي في نفس اليوم فلاتة ديل مشوا حرقوا قريضة. طيب اسمع الكلام ده، ده مسالاتي، ده من ابناء المساليد له التحيه والاحترام. في كلام قاله صح وفي كلام ممكن هو ذاته اللي فوق له، ده برضه هنجيبه وهنجيب الوثائق. احنا عندنا وثائق بالمناسبه، ما قاعدين ساكت في قناه ينتاري، دي مسؤوليه بس هو بنتكلم ساكت نهائي. طيب اذا انه الفلاته دين خلاص، قول انت جو عوضة طوعية، انت مشيت حرقتهم ليه قبل ما يحرقوا القرية؟ انا وقفت هنسمع باقي الكلام. انت مشيت حرقتهم ليه؟ طيب ليه انت ما كتبت في صفحتك الدكة تنزف؟
هل عنه انتوا الناس اللي مشيت كتلتوهم ديل الكتلتوهم في الدكه ديل هم ما بشر؟ اول مشيت وحربتوهم ما بشر؟ اذا كان في فلاته من اتجاه ثاني عندكم معهم مثلا مشاكل لا قدر الله، يعني تفكر انه في حراميه جو القبائل عندها اي حاجه، ما في قبيله بتنضف من الـ من من الـ من الشواذ اصلا كويس، جو مثلا حاربوا الناس سرقوا ولا سووا اي حاجه، الناس اللي عايشين معك النازحين اللي ما عندهم حاجه وخافوا ديل وجروا ومشت الحكومه جابتهم عشان ما يموتوا عطشا، قال البلد قال الاقتصاد ضاق بهم، اسمع الكلام ده كويس، اسمع العباره ذاته، الاقتصاد ضاق بهم يعني قفلتنا لهم المنافس كلها صح؟ طيب كويس، انا داير اسالك سؤال، نحن يا اخي الناس اللي راجين ديل لاجين نازحين رجعوهم جابوهم، انتوا مشيتوا حربتوهم ليه؟ طيب ليه ما قلتوا الكلام ده في الصفحات فوق؟ بدل تقول جريده تنزف المفروض تقولوا ناس جريده قلتوا انه سبب